مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم خبزة تورتيلا شاورما بالعجينة السائلة بالمقلي بهيدا الشكل. منا نعملها شكل كتير ناجح وطري ورائع. شايفين كيف؟ كتير كتير عجينة طرية وسهلة ورائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا اول شي 600 ملي مي بحرارة الغرفة. 600 ملي اذا ما عنا اي وعاء نعير فيه بالميلي، يعني بيطلعوا من اكواب المقاس 3 اكواب ناقصين شوي. شايفين كيف؟ ناقصين شي بسيط. كمان عندي هون طحين 350 جرام. رح اعمل المقاسات انا وياكم بالضبط على الكوب المقاس. اذا ما عندكم الميزان بتعملوه على كوب المقاس لعيارات. كوب بنخل طحين عشان طحين ما يعمل يكبتل بالمي بس نعمل الخبز. اوكي، افضل نخل طحين. عم حاول قد ما فيني سهلكم الامور. يعني انا استعملت الميزان وعيرت بالميل المي وطحين على الميزان، بس انتو يلي ما متوفر عنده ميزان عم بعملكم طريقة سهلة عشان ما تتعقد عليكم الامور. اوكي، هيدا كوب اتنين. إذا ما عندكم كوب المقاس كمان ممكن تستعملوا كباي. هيدا اثنين. كمان مننخلهم. طريقة عن جد كتير كتير سهلة ورائعة وناجحة، وبيطلع الخبز كتير طري ما معقد. هلا هولي اخر شي. يعني طلعوا عندي طحين 350 جرام، طلعوا كوبين 3 اكواب الا 3 اكواب الا شوي طلع عندي طحين. كمان مننخلهم. هلا بحط ملعقة طعم سكر، كمان ملعقة صغيرة ملح. خلطهم. اكيد حسب نوعية الطحين، في طحين بتلاقوه بياخد مي زيادة، في طحين بيطلع 100% ظابط. بحاول خلط قد ما فيني منيح عشان ما يبقى عندي تكرتلات بهيدا العجينة. بس خلطتهم منيح وصاروا بهيدا القوام، هلأ بدنا نكفي مع بعض. هلا شو بعمل بعد ما خلطناهم منيح بالجات وبالكفكير؟ بحطهم بالمقلاي بهيدي الطريقة.
بنطر لتنشف العجينة شوي من الأعلى، برجع بقلبها على الجهة التانية. محاول كل شيء أعطيكم إياه بالتفصيل عشان ما تكون الأمور معقدة عليكم. بس نشفت من هيدي الجهة تقريبا، هلأ بقلبها على الجهة التانية. هيدا اللون المطلوب اللي نحنا منا اياه، بحطها على جنب. رح اعمل وحدة تانية انا وياكم نفس الطريقة. بسم الله. اذا طلعت عندكم العجينة شوي هيدا الخلطة شوي سميكي ما بيأثر، زيدوا نقطة مي خفيفة وما في اي مشكلة. قد ما فينا بدنا نسهل الامور. نفس الشي بعملها، بس تاخد لون من الاسفل بس بقلبها على الجهة التانية. بتأكد اذا اخدت لون من الاسفل كمان بقلبها. واو لونها كتير روعة. هيدا اللون المطلوب، هلأ كمان بحطها على جنب. بكفي الباقيين بنرجع بنكفي مع بعض. هيدي عجينة التورتيلا الشاورما اللي عملتها أنا وياكم بالمقلاي. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحباب قلبي.